طيب تعالوا نكمل ونعيش اجواء الفرحه برضو مع اعضاء النادي الاهلي في اهلي مدينه نصر والزميله العزيزه روزان نصر. كابتن ايمن برحب بيك طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على ترجي تونسي وبطوله افريقيا واللقب ال 12 والثاني على التوالي من داخل طبعا فرع الاهلي مدينه نصر، متواجده معاكم. وطبعا يعني الفرحه في كل مكان، الاعضاء متواجدين كمان، لازم نعرف رايهم في مباراه النهارده. الف مبروك، النهارده مباراه قويه جدا، يعني اداء رائع من لعيبه النادي الاهلي. شفت المباراه ازاي؟ يعني بصراحه الرجاله عملت كل اللي عليها، كولر كان عبقري بصراحه. البطوله من اولها لاخرها كانت صعبه جدا جدا، والسكه بتاعت الاهلي فيها كانت تقيله جدا، ولكن الاهلي قدها واثبت ان هو ان احنا كلنا رجاله. الشباب بتاعت الاهلي والبودله كله زي بعض، كله كان قلقان من معلول ان هو غايب كريم فؤاد النهارده ما شاء الله عليه، وكلهم رجاله ما شاء الله، اللهم بارك. الف مليون مبروك. طبعا النهارده شفنا مباراه قويه جدا، قول لنا رايك في المباراه. الف الف مبروك للنادي الاهلي ومباراه جميله، وعقبال السوبر ان شاء الله. الف مبروك للنادي الاهلي، طبعا نادي كبير معودنا على البطولات دي. ال 12 عندي حاجه لل 12 12. الف 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 مليون مبروك للاهلي، وبنادي الفوز على علي معلول، وبنقول لك هتوحشنا، ربنا يرجعك بالسلامه يا معلول ان شاء الله. الف الف مبروك لعيبه رجاله، وشرفتونا وكترتوا البطوله وضفتوا بطوله جديده لينا. الف مبروك، الفرحه كبيره جدا، شفنا النهارده يعني كمان فرحتكم باينه عليكم. كلمني كده على المباراه النهارده وشفتها ازاي؟ طبعا هي مباراه مهمه جدا، ان دي مباراه تقيله، نهائي افريقيا، طبعا بطوله كبيره جدا. كولر كان برضو بيلعب بخطه ان هو برضو كان بيدافع وكان عايز يضمن المكسب اكتر، وبرضو صدفتنا ان احنا جبنا الجون في الاول، وده كان مصادفه كويسه جدا، وهو لعب بخطه كويسه ان هو بدا يامن على الجون ده لاخر المباراه، والحمد لله ان احنا كسبنا. ومبروك ليكم ومبروك لجمهور الاهلي. الحمد لله. فريق الترجي التونسي فريق قوي، عندهم مدرب كبير طبعا ميجيل كاردوزو، كان طبعا النادي الاهلي قدامه على مستوى الدفاع والهجوم، الحقيقه كان يعني عامل حساب للمباراه كبير جدا. شفت المباراه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الحمد لله على المكسب قبل اي شيء، لان الماتش طبعا صعب، انت بتلعبي فرقه ليها وزن في افريقيا، دي من يعتبر الترجي هي تعتبر اهل تونس، يعني هم من الناس اللي لهم تاريخ في تونس كبير جدا، وفرقه تقيله. الماتش الاولاني كان صعب هناك، والحمد لله ربنا كرمنا في النتيجه. ماتش النهارده كان فعلا برضه صعب جدا على ارضنا، وكانت يمكن الاداء ما كانش ده اللي احنا دايما كجماهير النادي الاهلي بيرضينا في النهايات، لكن الحمد لله الماتش اتلعب بالكادر ده، والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بالمكسب، والحمد لله ان فرقتنا رجاله ومجلس ادارتنا مركز مع نادي، والحمد لله رب العالمين. الف 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 مبروك لمصر اولا، لان النادي الاهلي ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، فمصر دايما سباقه، مصر الرياده، مصر هي النادي الاهلي، النادي الاهلي اسياد افريقيا، النادي الاهلي بياكد ان مصر هي دائما في المقام الاول. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. شفت النهارده المباراه ازاي؟ وكلمنا كده عن فرحتك النهارده. المباراه كلها مقفوله، وكانت يعني بنلعب بروح الفانيلا، والحمد لله ومبروك للفوز للنادي الاهلي. اهلي. الف مبروك للنادي الاهلي اللقب ال 12. طبعا كابتن ايمن اكيد شايف الفرحه هنا عامله ازاي، يعني زي تقريبا فرحه كمان الناس في الاستاد بالظبط. الف مبروك، وطبعا ال 13 يا اهلي من بكره زي ما الجماهير بتقول، عوده ليك مره ثانيه كابتن ايمن.